اهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من صالح جدا. اليوم راح نشوف راي المواطنين الجزائريين حول رحيل الناخب الوطني ميلوفان رايفات. ما نطولش عليكم، تبعوا معنا. هاتن، واش رايك في رحيل الناخب الوطني ميلوفان رايفات؟ بون خويا، بوك حنايا رايفات هذايا جا في عنده 3 مهم اللي جا راك معايا، وجاب لي ربي في 3 مهم هذا ما قدرش شغل يبين ليكيب تاعو راك معايا. بون يخدمنا حنا كي راح رافط رايفات. اخوانا رايي مليحه كي راح، باسكو ماهوش اونترينور خو. لا ماهوش اونترينور. باسكو ماهوش اونترينور. كيفاش حكمت عليه وعرفت بلي ماشي؟ حكمت عليه انايا باين في التشكيله، ماهيش كامل هذيك التشكيله تاع المنتخب الوطني احنا اللي مال فيه. يعني الماتش تاع الكاميرون. على الماتش تاع الكاميرون خو. الماتش صراحة يعني بنادم يقدر يحكم على مدرب في ماتش واحد. ايه تقدر تحكم على مدرب في ماتش واحد. ما تقدرش تحكم عليه برومي ماتش. ما تقدرش. هو ما لعبش كونتر سيتشر كونتر الكاميرون. انا هذيا يا خو ماشي مليح شي والد يدخل روحه في خدمة اونترينور. باسكو ديجا اسمو اونترينور هو اللي يجيري ليكيب، تسمى واش يدومون واش الجوار عليه باك يدير خدماته في التيران، خارج التيران ما يدخلش روحه يا اخي. كاين راهو المسؤول هو اللي يدخل روحه في كلش، بصح اه لي جوار دخلوا في روحهم في اونترينور ضربوا معاه ما نعرفش. كاين ان كلون داخل ليكيب، هذا الكلون هذا ما يديناش بعيد. داروا عليه كومبلو ودخل لي جوار دي مامو يبار بان قال لك منصوري، وقال هو هضر قال لك بلي كاين منصوري وتروا جوار. بين راهو رونطرين هو اللي دخل روحه، سوا يحاول سوا لي جوار ما ياكلوا فيه وش روحهم. سي با نورمال الجوار يدخل روحه في لونترينور. لونترينور جا 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 جابوا البريسيد ما فيديراسيون ولا لا فيديراسيون الجيريان ما يدخلوش روحهم. الجوار اللي لا بور جوي وراهو يلعب بور لي كولور ناسيونال، هذه هي ما يدخلش روحه في لونترينور. هو في غولي وفي ابراهيمي هذو هما. هادو هما اللي راهم يديروا مشكل، لان ما لعبوش كاليكيباش حنايا اوتونك حنايا دي ستار، سي دي ستار داكور يلعبوا البالون نعترفوا بهم دي كرون جوار، مي ماهمش وقتهم، ماهمش محضرين، ماهمش واجدين، ماهمش يلعبوا لهيك، مانك دو كومبيتيسيون، ماهمش يلعبوا. بودبوز انا شفتو كي دار هكا بيدو على هذاك المدرب اللي جا، شفتو بعيني كي شغل ماشي عاجبو الحال. كي خرج على بودبوز رياض بودبوز كي خرج واش قال دار هكا، واش معناتها هكا كي دارها؟ هذا عنده نهار يخرجوا، هذه ما كاش منها باسكو ما همش هادو اللي يلعبوا البال، ما كان ما همش لاعبين. سي با لو مومون يسمى دوك لونترينور يروح، هذه وحده. دوزيامون سي ان اونترينور يقول لك كومونيكاسيون، فوتبول ما كاش كومونيكاسيون. ما يعرفش فرونسي حاوزوه. فوتبول كي دخل داخل التيران رجليك وما يبينوا واللعب السيستم دو جو. لونترينور اللي لا يعطيك اون تاكتيك، ماشي راه يهضر معاك باللونجلي ولا اون عرب ولا البالون، سي 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 يونيفرسال. راح في هذا الوقت واعر بزاف، وقعد لنا ان موا. بالنسبه لي المشكل ماشي تاع اونترينور، المشكل تاع لي جوار، كان لي جوار ما لعبوش. دير ماتشين امبوسيبل، عندك في دارك 1 مليار دو سيبورتور، سي امبوسيبل خو. المشكل هو اونترينور ولي لونتوراج. فغولي ما يدخلوش، ما يلعبوش هادو كاع، كيما بودبوز ما يلعبش كاع، ميم با ريكوبيري، يلا ميم با ريكوبيري اون باس. ما جابوش واحد ولا زوج ولا ثلاثة، راهم في راهم يضلوا يجيبوا ما بان والو. فهمتني؟ اي سي يو ديالنا. محليين. جاب لي ربي أنايا، كانوا لي سونترينور لهنايا، كانوا بانوا من 82 شكون اللي كانوا جابوا لي جابوا تاع الخارج يونطريني ليكيب ناسيونال. ميلوفان رايفات نورمالمون ما يروحش. باسكو باقي شهرين، شهر باقي الاخرى الماتش تاع نيجيريا، نورمالمون ما يروحش، نورمالمون يريح، شغل ما يبقاش استقرار. المدرب على راح والله ما عارفين على راح، بالك لي جوار داروا له هذه في هذه اوفيسيال، هذه اوفيسيال في الحقيقه، والمدرب لاباس عليه في الحقيقه، ماشي تاع يروح هكاك، مازال ما فهمناش على راح، انا مازال ما فهمتش على راح. يا اخو انا نقول لك بلي اونترينير ماشي مليح تشوف في الماتش تاعو الاول. سي كان دي غران سونترينور يا اخو، مي لي ماتش تاع حمنون يخسروه، تحت سوا تحت الكلاسيكو تحت هذا هو البالون يا اخو، فيه ربح وخساره، مي ماذا بيا يا اخو جيبو اونترينور يعرف يكومينيكي. سبع باك اللي من تولي سي محمد راوا راك معايا، رئيس الفيدراليه هو اللي فشش اللاعبين راك معايا، زاد لهم بزاف شغل، عطى لهم قيمه على اللزوم بزاف زياده على اللزوم راك معايا، كيما واسمو في غولي، كيما ابراهيمي، كيما مبولحي، كيما غولم. صراحه من بعد ما راح هذا الناخب الوطني، شكون اللي راك حيبو يحكم ليكيب ناسيونال؟ انا نقول لك صح، خاص واحد ديسيبلين كيما حاليلوزيتش كوربيس روتينو لان يحبوا يمد البليس لارجيري رونا، يجي واحد ان باطون لازم يجي ان باطون كيما لويس فرنانديز، كيما نقولوا مادوي ستانجان يحب الخدمه، يحب درابو،
كاين بالماضي كوربيس سي لو سول اللي يجملها سانسيرمون باسكو عندنا بروبليم في لا ديفون جبنا طالياني ماذا بينا يولي حليلو زيت خو رونار يا خويا يلعب مليح لاطاك ويضمن النور ثاني بالماضي بيسك علاش يعرف الكره الجزائريه انا ما بالنسبه لي انا كان يولي حليلو زيت كوربيس يقدر يدير حاجه ان شاء الله جيبونا كوربيس وعلى كوربيس اونترينار في فرنسا والو المدرب جمال بالماضي ابر جمال بالماضي واحد ما ينجم يحكم ليكيب ناسيونال حليلو زيت تما شكيتي عاودي ولا مشكلتي عاودي ولا ام بوحال خاش داروا له هذه في هذه ثاني في هذيك مسكين كما شفتوا مشاهدينا الكرام كان هذا هو راي المواطنين الجزائريين حول رحيل الناخب الوطني ميلوفان رايفاتس انا ما بقى لي غير نقول لكم ابقوا اوفياء البرنامج صالح جدا وما تنساوش اذا حبيتوا تقترحوا لنا مواضيع تبعتونا عبر البريد الالكتروني الظاهر اسفل الشاشه سلام.